Josh. انا ما اقدر بس اضلكم للأسف الشديد المحكمة الإسرائيلية محكمة مطاطية تتعامل مع العرب بشيء والإسرائيلي بشيء آخر. لو هؤلاء انحكموا وهدمت بيوتهم من أول شهر أو شهرين كان ما انحرقت عائلة دوابشه. للأسف الشديد هذه لن نقبل بهذا الحكم. نحن اليوم استنفذنا عملياً المرحلة الأولى من الملاحقة القانونية القضائية بالنسبة لهؤلاء المجرمون، وسوف نتحول فيما بعد إلى القضاء الدولي لمطالبة ومحاكمة المسؤولين الذين من وراء هؤلاء المجرمون الذين أدوا إلى تنفيذ هذه العملية.